عيدي. يا حبيبي انا سنك انا سنك محشر برجر هني وقف الكلام عطني 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 يا حبيبي يا لطيف وطيف اتحداك تاكل منها ما تعود عليه لا امسك 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 لا ما اشرب عطني زين راح ما اشرب عطني عطني امسك 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 يا لطيف امسك سيف ها هذا الشيكن هذا الشيكن ها الكاشف يبا صارقة صوص عطني صوص لعندك دقيقة دقيقة تعطيني ما اشرب ما اشرب ما اشرب اسحبها يا لطيف سويتك زي حطيت منه حبيبي لطيف انا ادوخ يا حبيبي اتعب نفسي يا جماعة هذه جريمة شو جبي هذه جريمة ها زين طلع جريمة كلنا نسوسك يا حبيبي لا يوقف حطه اطلب منه ثلاث قل عطنا ثلاث كيوز مي أربع هذا هذي فلوبي الله يسامحك يا زين ما خلتنا نصورها ها سي تعال حبيبي تعال عند الماشي شرمها ها شرمها عطني الشيكن عطني الشيكن يبا شو انا خلاص الصوص الاول باقي الثاني عطني افتح لي ابو براج يا لطيف هذه تشيكن ها ها زين يا حبيبي عطني الصوص اللي عندك يا حبيبي خرج والله شو انا بعد طربين ما يحتاج تتكلم ها اسمع صوت المشروب اللي يسوونه اسمع طلب جماعة جريمة وين الصوص؟ صوص جوسي صوص مشروب اتصرف؟ يا لطيف يبا يمكن تمارس عيدا قبل صوصين امسك يا لطيف شوف شوف عطنا يا حبيبي يا لطيف جريمة عطنا الصوص سوف الصوصات عطنا بفراج ليش تبعد منا ما يسيح يلا عطنا يا عطنا يا حبيبي اذبحني اجمع هاي جريمة صوص جريمة ها؟ صوص مو صوص وين؟ ها اجرم فينا ما اشرب برجر اجرمت فينا اجرمت فينا صوصك صوص بنجر يا حبيبي شباب خلصوا الشيبس العادي هذا الشيبس طال عمرك اسمه تشيزي فرايز هذا الشيبس تشيزي فرايز اللي يجي مع الصوصات حتى جميله حبيبي جماعه هذه اجرمت فينا هذا سادس طرف البرجر افتح 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 لي افتح افتح شوف 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 يا لطيف بس بس سويت فيني دول 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 سويت فيني يا حبيبي بشر يا حبيبي هذا نعم مطعم تشيزي تو منزل وجبة تشيكن تندر هذه جديدة تو نازلة ان شاء الله يا حبيبي يا حبيبي عشاق الستريس والله غلط يا جماعة المطعم هذا اجرم فينا اجرم فينا والله غلطة تشيزي ما شاء الله تبارك الرحمن اعتقد عنده فوق 7 فرع الفرع اللي انا متواجد دخلت الوابرة شو
الشيء هذا؟ تشيز متواجد عندكم بالوفر، حتى انا الصباح متواجد عندنا وتوصيل بعد، موجودين بطلبات وجاهز دليفري. الفرع اللي انا متواجد فيه بفحيل، هذه جمعيه فحيل البوابه الرئيسيه، ابد تطلع تلقى هذا مطعم تشيزي.